وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة، وبداية نود أن تحدثنا عن جهود مملكة البحرين في السلام وأهم المبادرات وما أهمية هذه الجهود في الوقت الراهن. في الواقع تحتفل مملكة البحرين اليوم باليوم الدولي للسلام، وهي تزخر بالإنجازات التي طبعا تؤكد دورها في نشر السلام والأمان محليا وإقليميا وعالميا، ويرجع ذلك طبعا خطاب جلالة الملك المعظم الذي يعتبر هو رجل التعايش السلمي في العالم، وكان حريصا على ترسيخ هذه الصفة، صفة السلام، في شكل ومضمون ثقافة البحرين، وذلك عبر طبعا جهود انطلقت منذ توليه مقاليد الحكم عام 2001 ميلادية وحتى يومنا هذا. ولعل أهم ما يمكن أن أذكره هنا في الواقع هو خط جلالة الملك بفكره ورؤيته للمستقبل، إعلان مملكة البحرين الذي يعتبر في الحقيقة ركن من الأركان التي نرتكز عليها في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. فهذا هي او هذا الاعلان يعتبر في الحقيقه نبراسا لنا جميعا، هو خطوط عريضه لكل من يرغب في ان يتعايش سلميا وان يسود السلام في محيطه. جاد الملك حفظه الله لم يستورد طبعا هذا الفكر وحاجة المجتمع البحريني للسلام من الخارج، بل هي في الحقيقة منبعثة من عمق تاريخ البحرين. فنحن نعلم بأننا في الواقع منذ مئات السنين، خليني أعطي مثلا، منذ أكثر من 200 سنة أنشئ المعبد الدوسي في البحرين في المنامة، في سوق المنامة في عام 1819، يعني أكثر من 200 سنة، وهذا دليل قاطع على أننا متحابين مع كل الأجناس والمذاهب والأديان من مختلف طبعا دول العالم. وهذا يعني نتكلم احنا عن 200 سنة، فمعناته أن في الحقيقة ما لدينا من تسامح وتعايش سلمي في الحقيقة هو منبثق من مجتمعنا، من عمق تاريخنا وأجدادنا. فجلالة الملك في الحقيقة ورث هذا التسامح وهذه فكرة من التعايش السلمي من ورثه من أبائه وأجداده. فلذلك أعتقد أن إنجازات المملكة في نشر السلام متعددة وفي مختلف المجالات في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولعلي أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد على أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يقوم بمهمة رئيسية في نشر النموذج البحريني في التسامح والتعايش السلمي والانفتاح واحترام الآخر وقبول الآخر. فنحن في الحقيقة نسعى إلى أن تكون البحرين ومن واقع الحياة في البحرين أن نعكسها للعالم الخارجي، وأن تكون أو يكون هذا الواقع هو خطة طريق للمستقبل للمنطقة أولا. ونحن نعلم ما يوجد في المنطقة من مشاكل كثيرة، وأيضا للعالم وخاصة المناطق التي يسودها يعني مشاكل داخلية. نعم. وصراعات داخلية. نعم. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.